السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أجيناكم ورجعنا لكم بمقطع جديد من مقاطع قصص، مقاطع قصص ما المهم ما لكم قصة قصيرة، قصة فنانة سمعتها وقرأتها قلت خلا أقولها لكم، إن سمعتها فأطلع من المقطع وما سمعتها فقدها اللي عندك تسمعها ولا كيفك. المهم يقول لكم هذا قصة واحد عالم فرنسي، طبعا ما أنا قال لكم ما اسمه لأني ما أعرف اسمه. المهم يقول لكم هذا العالم الفرنسي عالم آثار وطيور ما بقى على قال اللي هو يبحث عنه. يقول لكم ذيك اليوم العصر كان قاعد كذا في البيت ومحاش حق البيت يتقهوى، اجني فكره قال بدام ان اليوم فاضي واجازه السنويه لانه كل سنه قبل اجازه قاعد كذا، قال خلني اروح اتمشى كذا. المهم هو يتمشى قدام جبال كذا قد فيها والجماعه، والمهم لو استنى قال في نصر، في يعني كذا نصر فوقهم عش، قال كذا اقول لكم معايا حركه ايش اسوي يا شعين، النفعان تمام واما نفعان عاد قدينا جربت. المهم والله وضك انه معاه دجاجه في البيت، راح لم دجاج شله بيضتين، اشل هذه البيضتين واجه كذا يمشي حبه حبه حتى ارى انه معش حق ام نصر بوه لا واحد انا، فتسلق من شجره قال كذا اللي هو في بيضتين سبحان الله كذا ها اللي هو في بيضتين من حق انثى النصر، شل بيضتين حق انثى النصر وحط بيضتين حق ام دجاج ونزل وشلم بيضتين وندس وقعد عين استنى 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 شوية اللي هو ام نصر وحرمته ما جين قدم مسمو ذا قدل ام عش حق ام بيض حقهم. المهم وقعدوا بعد فترة كذا شوية اللي قدم بيض فقس اللي هو حق ام دجاج فقس ولا شوية الامر اختلف، عين للنصر اللي قدم معصب اللي هو ذكر لنا النصر معصب ومدري كيف قال بشون فوه الدنيا وشل روحوا ونفر الله ما هالسالفة ما هاللي حصل لو فترة كذا يستمق لأن ثنى صر كذا مزحتمة وقاعدة بعيد كذا وزعلانة وتعين يمستغرب صادق من حقه، يعني كيف أنا نصر يا اسم ذا كيف أنا أنثى النصر واجيب بض زجاج ما هذا الشغل، ولا خمس دقائق ست دقائق لو هو مجي زوجها ومعه مجموعة من النصور وهتك وخبط فيها يبا جولة فاعل ونبر وليزبط الله استنوا أبيكم ما خبر يا جماعة الخير ايه ما اللي حصل ماشي معصب زده زوجها هاي شله ويسب ومدري ما يقول. المهم خلاص قديش تموت يقول هذا العالم الفرنسي قبل ما تموت قبلها قديش في اخر لحظاتها اللي هو سمع من انثى النصر تقول هذا البيتين ما هو قارب ليه تقول له ذبحتني قدام ربعك وانا غليك كسرت قلبي مثل كسر الزجاجة يا نصر ما كنت اخونك معاديك البيضة اللي في عشنا من دجاجة البيضة اللي في عشنا من دجاجة. أبا 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 ومات يا جماعة الخير تقول 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 ما هو رشتنا عليه غاز. المهم لا تنسون من حاجات فن هذا، وترى هذا مقطع بس كذا تسليكي ها يعني في مقاطع بس الميجي كذا مقاطع من 10 دقائق 12 دقيقة 15 وانت ماشي، ولكن هذا يبغى لها وقت، يعني لو استمرنا في هذا المقاطع راح نتأخر أسبوع ما ننزل في ال فإذا عجبكم هذه القصص وهذا المقاطع قصيرة ننزلها يعني كل ما بين 3-4 أيام ننزل مقطع ديت تفيدنا وتنشط القناة وكذا، وانتوا عاد لا تقصروا معنا في اللايكات والتعليقات ومن حاجات هذه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا سفى عليك يا أنثى النصر يا سفى عليك الله راحمك.